لا يمكن أن تتحدث عن مدينة شلف وجبال الونشاريس دون المرور على ذكر ما يفعله نادي جمعية شلف، ولا يمكن الحديث عن إنجازات الفريق مشاركاته القارية دون ذكر رجال المدينة وخاصة رئيس النادي عبد الكريم مدوار. لا يمكن الحديث عن أسود الونشاريس ولا طموحات الجوارح دون ذكر الاستقرار الكبير على مستوى إدارة شلف، كما لا يمكن لأحد أن يذكر فريقا في البطولة دون أن يعد مشاكله الإدارية. لكن هذه المشاكل ذابت مع مجيء مدوار في ذات خريف من سنة 1998 ليعتلي رئاسة النادي ويخرج الجمعية إلى النور لتنافس أكبر وأعرق الأندية في الجزائر. من ينكر فضل مدوار وما قدمه لشلف فهو جاحد، ومن يقول أن شلف لم تقدم شيئا للبرلماني والناطق الرسمي لشركة أسود شلف فهو أيضا ناكل لمعروفها. مدوار المعروف بصراحته المعهودة وتفاديه لغة الخشب مثل باقي الرؤساء أخذ لنفسه مكانا بين أبرز وأفضل الرؤساء في البطولة. جمعية شلف التي أنجبت أبرز اللاعبين في صورة مغاريا مكسيو بوهلا والجيل الجديد من زياوي عبو تمورة وهلال العربي السوداني ما زالت تؤكد أنها مدينة ولادة للنجوم. جمعية الموسم الكروي الداخل 2014-2015 لم نشأ الحديث عنها ولا عن طموحاتها دون الانتقال إلى معقل الجوارح ومسرح أفراح الشلفاوة ملعب محمد بومزراق لمتابعة تدريباتها للموسم الجديد والالتقاء برئيسها عبد الكريم مدوار الذي رحب بقناة الهداف تي في وفتح صدره لإماطة اللثام عن عدة أمور. أهداف الجمعية طموحات المدرب إيغي المزيان وما جلبته شلف من أسماء فضلا على نظرته للتطورات الأخيرة في الساحة الكروية، كلها أسئلة طرحناها على مدوار في لقاء شيق نترككم تتابعونه على قناتكم الرياضية الهداف تي في. أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام وكل الرياضيين ومحبي كرة القدم. نحن اليوم في سهرة رمضانية من ملعب الشهيد محمد بومزراق، ننقل لكم آخر مستجدات فريق جمعية شلف مع الناطق الرسمي الرئيس عبد. أولا نرحبوا بسي عبد الكريم مدوار معنا في قناة الهداف ونقول له كل شيء، نقول له رمضانك مبروك وصحة فطورك. شكرا لكم على هذا المبادرة ونقول لكم رمضان مبارك وصحة فطوركم وكل مشاهدي الهداف تي في وكل أنصار جمعية شلف. سي عبد الكريم مدوار، نبداو الحديث تاعنا من فريق جمعية شلف وحبينا نعرفوا اخر المستجدات تاعو والتطورات تاعو بعد اسبوع من انطلاق التحضيرات الموسم الكروي الجديد. كل حال بدينا التحضيرات 24 شهر جوان هنا في المركز الجهوي للنخبة، والفريق كما تشوفوا رامي يدرب بكل التعداد تاعو مع هذا اللاعب الزاوي اللي متواجد في العمرة، ونتمنى ان شاء الله عودة ميمونة الى الوطن. بدأ معنا التحضيرات الاسبوع الاول وغادر في هذا الاسبوع، ولاعب زاوي لاعب خلوق ويدرب لاعب محترف بها معنى الكلمة. بالنسبة للانطلاقة تاع التحضيرات بدأت في اجواء رائعة بكل حضور تقريبا 80% اللاعبين، وبعد 5 أو 6 أيام التحق الكل بما فيهم اللاعب نانا بدرو اللي جا اليوم من البنان لان كان عنده اشكال تاع لو ريسيبيسي تاعو، كان انتهت صلاحيه تاعو. والحمد لله نشكر مدير العام للامن الوطني على التسهيلات للاعب. اما بالنسبه للتعداد، التعداد تقريب كل التعداد اللي كان العام اللي فات، ولا لاعب غادر الفريق نحن بحاجه اليه، وزدنا دعمنا الفريق ب6 لاعبين. كان الانتدابات مدروسه بلاعبين عندهم خبره، بلاعبين لعبوا في الفرق تاعهم متمرسين، وعندنا يعني 2 من اللاعبين كاميرونيين تحت تجارب. ان شاء الله يعني اذا كان شفنا لاعب قادر يعطي الاضافه للهجوم تاعنا ننتدبوه، ويكون لاعب اخر. هما 8 لاعبين كما صرحنا بعد نهايه البطوله، قلنا جمعيه شرف بحاجه الى 8 لاعبين، ونحن دائما في الاهداف تاعنا والامور تمشي كما اريد لها ان تمشي. الحاج بالنسبه للفريق يعني كانت تسريحات شدت نوعا ما الراي العام الشلفي فيما يخص بعض العناصر اللي سرحتوها في صورة علي حاجي، في صورة فرحي، في صورة لاعبين شبان، وهل نقولوا بشي هذايا باللي جمعية شلف حادت على سياسة التشبيب بتاعها
أم هي سياسة لانطلاق نحو الأمام؟ حنا جميع تشلف نديروها دائما كما الغابة، كما الشجرة، الشجرة اللي تصبرها وتعطي الثمار. حنا في بداية الموسم الماضي قلنا كاين 12 لاعب من الشبان اللي هما 92 و93، رقيناهم للقيس يعني للفريق الأول، وفيها 12 لاعب اللي رقيناه مع الكبار، منهم ثلاثة أو أربع لاعبين اللي ربما المستوى تاعهم ما كانش كباقي اللاعبين الآخرين. لهذا الأسباب من ضمن 12 لاعب شدينا 8 لاعبين وربع لاعبين، يعني حبينا نسلفوهم من فرق أخرى، ولكن ما كانش الفرق اللي حبت تسلفها يعني تدي هذا اللاعبين ك يعني بري. لهذا الأسباب خليناهم يروحوا يلعبوا في فرق أخرى، لأن لو كانوا يقعدوا مع الفريق تاعنا ما يقدروش يلعبوا، وللمصلحة تاع اللاعبين هذو يروحوا يلعبوا فرق أخرى، وكي يعني تكون عندهم المنافسة ويكونوا مؤهلين باش يقدروا يلعبوا في المستوى يعني اللي رانا نلعبوا فيه، مرحبا بهم ك يعني باقي اللاعبين اللي راحوا وراهم يلعبوا في الفرق اللي ينشطوا فيها. لهذا الأسباب احنا ما يعني ما وخرناش على التشبيب او على ابناء الفريق، لا بالعكس، من ضمن 12 لاعب نشدوا 8، نظن هذا الشيء كثير وكثير جدا. ولا كان الجماهير تاعنا تحب باش الفريق يكون عنده فريق عنده مستوى ويقدر ينافس الفرق الكبرى، لازم ننتدبوا لاعبين ولازم نسرحوا لاعبين من اجل باش يكون واحد انيكيليبر في الفريق، ونقدروا نواكبوا البطوله الوطنيه ونكونوا دائما في مصف الكبار في ربعه او خمس المناصب الاولى. لهذا الاسباب كاين بعض اللاعبين اللي ما لعبوش العام اللي فات وكان المستوى تاعهم ربما ما كانش يعني في المستوى، حبينا نعطوا للفريق تاعنا التوازن من لاعبين تاع الخبره، من لاعبين اللي لعبوا العام اللي فات في القسم الوطني الاول. ولهذا الاسباب يعني كانت هذه القائمة مدروسة من طرف الطاقم التقني وبالموافقة تاع الإدارة بطبيعة الحال، ويعني ودرنا أمور اللي كانت يعني للعيان معروفة، ونظن أي متتبع لأحوال كرة قدم في جمعية شلف ولا اللي يعرف اللاعبين يعرف باللي هذه التصريحات كانت مدروسة، واللاعب اللي يعطي الشيء الإضافي في الفريق تاعنا عمرنا ما نستغنوا عليه. بالنسبة نحكي على الطاقم الفني، يعني تجديد كامل في الثقة في الطاقم الفني وعلى رأسه عبد غيل مزيان، أكيد أنه سطرت أهداف مخيفة الموسم الماضي، أنهيت الموسم في المرتبة الثامنة برصيد من النقاط ما سمح لكم باش تضمنوا مشاركة قارية وكلش. اسكو العام الجاي كما نقولوا نقدروا درتوا هدف يعني هو اللعب على الأدوار الأولى وكسب تمثيل الجزائر عربيا أو قاريا، أم تبقى الأهداف تاعكم مجرد لعب الأدوار وفقط؟ لا، احنا إذا كان رجعت للتصريحات تاعنا في بداية الموسم تاع الموسم الماضي قلنا أن الهدف تاع الفريق من سنتين إلى 3 سنوات، السنة الأولى باش هاد اللاعبين يدوا الخبرة والتجربة، وحبينا يكون أمانتيا يعني أونورابل يعني بارتياح، وتأتى لنا ما كنا نبغي. والفريق شفتوا يعني في المرتبة الثامنة أحسن دفاع في البطولة، ولا جولة كنا مهددين بالسقوط. نظن احنا كنا نستنى هذه المرتبه، ولو كملنا يعني في لافازالي اون كاتريام بوزيسيون كنا عارفين باللي كنا عندنا مشاكل، لان التعداد ما كانش ثري، ولهذا الاسباب النقائص اللي كانت في الموسم الماضي راجعناها، وخلينا الفريق ينتدب لاعبين متمرسين على غرار الموسم الماضي باش يكون التوازن. وهذا الموسم الهدف المسطر وهو باش نكون في كوكبة المقدمة، يعني ضمن 4 أو 5 الفرق اللي تكون في المقدمة، هذا هو الهدف المسطر من طرف الإدارة والطاقم التقني بطبيعة الحال. كنت قلت الرئيس باللي طموح نتاعكم راح تكون على المراتب الاولى، يعني في نظر الانصار هما دائما يحوسوا على النتائج افضل، وتعرف باللي اكيد لانه الانصار ما عندهمش الصبر الكافي باش يشوفوا الطموح تاعهم على 3 سنين. لا، الانصار الطموح تاعهم حق مشروع، ولكن كرة القدم لها احكامها. احنا نهار في 2010 2011 الهدف تاعنا كنا باش نكونوا ضمن 4 أو 5 الاولين،
ولكن في دي ماتش بالمقابلات شفنا باللي الفريق تاعنا قادر يكون الاول او الثاني، ونهينا البطوله ب 13 نقطه يعني موسم متميز. لهذا الاسباب احنا نظن التجربه علمتنا باش نكونوا متواضعين ونشوفوا الفريق تاعنا يلعب. ولا بيتي فيا مونجون، كاين فرق اللي عندها يعني شركات وطنيه، وهذه لازم الانسان ما ينكرهاش. هذه الشركات الوطنيه عندها يعني ميزانيه لا محدوده، ما يمكنش كي نديروا السباق نروحوا مشلف للجزائر العاصمه، فرق تكون في خميس مليانه وفرق في شلف، ونطلبوا من تاع شلف توصل قبل تاع خميس مليانه، والحديث قياس. حنا على كل حال الفريق تاعنا باش يكون فريق لا يخشى الغير، وإلا كانت يعني البطولة يعني الفريق تاعنا مشى والأمور اللاعبين كانوا في المستوى، نظن ما كانش فرق بين الفريق اللي عنده شركة وطنية اللي هي تكون الميزانية تاع 90% تاع الوطن الحبيب، وفريق اللي عنده ميزانية متواضعة. نظن احنا هذه الأمور ما نخافوش منها، وكاين فرق يعني نتمنى هذا الأمر ما يكونش مستقبلا، وكل الفرق تكون سواسية، ومن ثم المنافسة تكون سواسية. لهذا الأسباب احنا نقولوا نكون الأهداف تاعنا مع 4 أو 5 الفرق الأولين، وإلا كان الجماهير ساندتنا وما استناتناش في التورنا كما يقولوا بالعامية، نظن الجماهير تاعنا اذا كانوا واقفين معنا في السراء والضراء الفريق يكون عنده شأن. ولكن الجماهير تاعنا تستنانا غير باش نربحوا برا والداخل، وكي نديروا تعثر يستناونا ويبداو يسبوا في اللاعبين وفي المدربين وفي التقنية وفي الاداريين. نظن هذه امور لازم نتجاوزوها. بالمناسبه الرئيس، القضيه تاع اسم تشلف وين وصلت؟ لا، القضيه تاع اسم تشلف بعد التغيير الوزير، وهذا كلام تاع وزير اول وكان المباشر وكان في زياره رسميه، حنا عندنا دم الامل، ما هي الا اجراءات حقيقه. الجزائر فاتت بعد الفتره شويه يعني ما كانتش مليحه، وين اليوم رجع الهدوء، رجع الاستقرار، الامور يعني راهي في احسن الاحوال. حان الوقت باش نطرقوا لهذا الملف، وان شاء الله الوعد تاع وزير الاول احنا عندنا ثقه كبيره، وما عندنا شك باللي هذه الصفقه تكون ان شاء الله مربحه لجميع تشلف، ونتمنى الفرق اخرى في المستوى بالنسبه على مستوى الوطن. ننتقلوا سي عبد الكريم مدوار الى نقطه اخرى، هي المونديال، الحدث العالمي اللي راه يعيشه كامل العالم هذو الايام. بالنسبه لك كيف تقيم مستوى المنتخب الوطني في المونديال، وهل كنت من المتوقعين انه راح يجوز الدور الثاني؟ ما لو كان نقول باللي كنت من المتوقعين ان الفريق الوطني يجوز الى الدور الثاني نكذب عليك. كنت نشوف باللي الفريق الوطني ممكن يدير مونديال مليح، ولكن كان شي صعيب باش نقدروا نفوتوا الدور الثاني. ولكن خاصة من شفنا المقابلة الأولى، يعني احنا شفنا المدرب الوطني وحيد حليلوزيتش من اللي جا بيلعب واحد الخطة هجومية في كل المقابلات، في كل التصفيات، في كل المشاركات اللي لعبها الفريق من قدومه إلى ما قبل المقابلة تاع بلجيكا. والشيء اللي تأسفت له أنا شخصياً، وخاص واكيد المتتبعين، وين شفنا يعني التشكيله اللي دخلت مع بلجيكا، دخلت بتشكيله اللي كانت تدخل في ما قبل المونديال 2010. يعني تفاجات، يعني 3 سنوات نتكلموا على الهجوم. فريق تاعنا عنده مهاجمين، عنده لاعبين اللي صنعوا اللعب، اللي شفنا منهم مقابلات لا باس بها، وتفاجأنا كي شفنا الفريق. انا شخصيا تفاجأت يعني كيفاش اليوم الفريق تاعنا دخل بهذه الخطه. ونظن هذا هو الاشكال اللي كان وقع. قلنا لو كان الفريق دخل بالتشكيله تاع كوريا، تاع روسيا، تاع المانيا، نظن الفريق لو كان كنا يعني ربما في المرتبه الاولى، لان هذا ما امناش بالقدرات تاع اللاعبين تاعنا. نظن الفريق اللي كان يدربه وحيد حليلوزيتش
يعني نظن من احسن المقابلات في مشوار وفي الفارق في من اللي من 3 سنوات هما يعني الثلاث مقابلات باستثناء مقابلة بلجيكا. شفنا فريق وطني لعبنا بليدونتيتي ناسيونال، لعبنا بالهوية الجزائرية. كي شفنا الفريق اللي دخل ضد المانيا، شفنا انايا بالنسبة ليا جاتني الفلاش تاع 82 اساد بلومي ماجر اي كومباني. هذاك كي شفت التشكيله شفت ليكيب اللي دخلت مع المانيا في 82. ضمن من احسن المقابلات شفنا الوجه الحقيقي تاع الفريق الوطني في الثلاث مقابلات الاخيره. هنا علامه استفهام كبيره، لماذا من قبل ما شفناش الفريق تاعنا يلعب بهذا الاسلوب بهذا الحراره؟ احنا فرحنا وامنا باللي عندنا فريق وطني ورجع لنا الامل باش الجزائر مستقبل تكون من الفرق الرائده في افريقيا وفي العالم العربي، ولكن لازم هذه لاروسات اللي كانت كاينه تبقى بخاصه عندما نشوف، لان في وقت من الاوقات كانت اصوات تتغنى ان اللاعب المحلي افتقدناه، ولكن انا قلتها شوفوا كل الحوارات من سنوات، الفريق الوطني بلا اللاعب المحلي ما عندوش طعم، ما عندوش طعم ولن يكون له طعم بدون اللاعب المحلي. 2010 اللي اهلنا للنهائيات كاس العالم، بطبيعه الحال كاين لاعبين اللي يجوا من خارج الجزائر وهادو يكملوا يعني في التكميله تاع الفريق المحلي، هما اللاعبين المحليين اللي كانوا انذاك، منهم اللاعب المخضرم قائد الفريق تاع جمعيه شلف زاوي ورحوا والاخرين. المره هذه نظن تشوفوا الاهداف اللي تسجلت، شكون اللي سجلها، شفنا 5 لاعبين محليين في التشكيلات، يعني مختلف التشكيلات اللي دخلوا في 3 مقابلات الاخيره. ما تقوليش اللاعب حاليا لا بالكلام ولا سوداني ولا سليماني ولا جابو رامي يشطوا في البطولات المحترفه، هذو راحوا يعني ماجور يفاكسيني، راحوا رجاله الاحتراف، راحوا 24 سنه و25 ما راحوش 16 سنه و17 سنه. انا نعتبرهم انتاج محلي، وهذا اللاعبين هما اللي يعطوا يعني حقيقه اللاعبين اللي يعني امثال ابراهيمي او الاخرين نظن لاعبين جزائريين وعندهم الحق باش يكونوا هنا، ولكن احنا حبينا هذاك كرة القدم الجزائرية المحضة تكون في التشكيلة. وكي شفنا يعني حلي، شفنا جابو، شفنا سوداني سليماني، نظن هذا شيء أعطاه هذاك المزيج، وهذا هو الفريق الوطني اللي نبغوه اللاعب المحلي يكون دائما في التشكيلة، ونتمنى يكون على الأقل 40% في التشكيلة، وبلا ما نقص من القيمة تاع اللاعبين المحترفين اللي جاوا وعطاو الشيء الإضافي. أنا نظن نقول باللي كرة القدم الجزائرية بخير إذا ما طبقت القوانين من 2010 لليوم، اللي الفرق الجزائرية ما عندهاش مراكز تكوين، واللابين اللي تخلي اللاعب الجزائري يظهر هو مركز التكوين. انا نقول علامه استفهام كبيره، علاش الفرق الوطنيه ما عندهاش مراكز تكوين؟ كاين قوانين، كاين اموال، ولكن ما كانش. انا نظن هذا المونديال، هذا النتائج الايجابيه لازم المسؤولين يستثمروا في هذا النتائج. هذه النتائج لازم تجيب بالعائدات للرياضه الجزائريه وكره القدم بصفه خاصه، من منشات اللي راهي كاينه اللي راهي في طور الانجاز، ونتمنى باش نروحوا لواحد الدرجه اخرى، لان بينا باللي كره القدم الجزائريه تقدر تعطي المزيد وتقدر تعطي اكثر، وما عندهاش نهايه وما عندهاش حدود. لان لا شفنا اليوم الفريق الوطني هذا في النصف النهائي تاع كاس العالم ما ننخلعش، لان الفريق اللي ربحنا بصعوبه وكان عندنا احنا الافضليه باش نتاهل، اليوم هذا الفريق راه في النصف النهائي. نظن لازم المسؤولين يستثمروا في كره القدم، وباش يستثمروا فيها ما يستثمروا بالمنشات، المنشآت يعني النوادي الرياضية، ولازم النادي الرياضي يعني نخلوه
يخدم، والنوادي الرياضيه نعطولها الارضيه باش تقدر تنشط وتخرج لنا لاعبين بالمستوى اللي رانا نشوفوا فيهم في المونديال. ومشي مشي انا نشوف يقولوا جابوا راه سجل هدفين والتحق بعصاد او سليماني، نظن هذا 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 شيء يعني مشي سهل باش نديروه، ولكن ماهوش صعيب باش نوصلوا له. لان نشوفوا بلي سليماني من 5 سنوات كان في القسم الوطني الثالث او الرابع، اليوم راه نجم من نجوم كره القدم العالميه. ما يعني ما كانش يعني ما كانش هنا حاجه يعني كبيره، ولكن كاين حاجه يسموها العمل، كاين حاجه يسموها المواظبه، الثقه. الفريق الوطني من 3 سنوات سليماني السوداني مسجل اكثر من 25 هدف، وشفنا لاعبين مثل 4 سنوات 5 سنوات سجلوا ما كانش 10 اهداف. نظن هذه رساله لازم المسؤولين يستثمروا فيها ويخلوا الناس تخدم ويشوفوا المشاكل الحقيقيه تاع كره القدم اللي متجاهلينها. كره القدم في الجزائر، كره القدم هي الانديه، كره القدم هي البطوله الوطنيه الاولى والثانيه محترفه. دائما في المنتخب الوطني انا نحكيو على رحيل وحيد حليل وزيج، اسكو سي عبد الكريم مدوار معاه ولا مع الاستقرار ولا؟ لو نرجع شويه للوراء، حليل وزيج كل كان ينادي باش باش الفيدراليه الى ما جددش العقد تاعو تستغنى عنه وتجيب مدرب من 3 اشهر او 4 اشهر فاتت. مشينا للمونديال وكانت بعض المشاكل بين الاداره ربما والطاقم التقني. اليوم المقابله الاولى كل ينتقد حليل وزيتش، الكل بدون استثناء في المقابله الاولى. المقابله الثانيه الثالثه الرابعه الفريق مشى والخطه مشات، الكل يطالب ببقاء حليل وزيتش. ولكن قبل المونديال الكل يعلم بان حليل وزيتش من المغادرين، وكاين مدرب اخر تم التعاقد معه وكان في البرازيل. هذه امور عاديه يعني تشوف في الفرق الكبرى، المدرب اللي في يروح المونديال كاين مدرب راح لا فينال تاع كاس العالم والخليفه تاعو في التريبيون يتفرج وعارفين بلي هذا هو اللي خلفه. امور عاديه جدا. اليوم اذا كان حليل وزيج راح وحليل وزيج تعطي له مقام الشهيد وما يقعدش في الجزائر، سي ديسيزيون ايريفوكابل قبل المونديال. ولا كان هذاك البكاء اللي بكاه وهذيك الامور اللي دارها في المقابله هذيك، هذيك ما جاتش هكاك. هذه كل كان هذه كل يعني شاك جس كان عنده معنى للاخرين. وتشوف انت يا مدرب يتكلم مع رئيس الجمهوريه، يتكلم مع الوزير الاول وما يقعدش. هذه سون ديسيزيون بريز، قرار اتخذ قبل المونديال. ولكن المقابلات اللي درناهم والانجاز اللي حقه خلاه يعني يفوت رسائل للاخرين. ربما الناس ما تكلمتش على الامور هذه، انا نتكلم عليها. نفهم من حديثك رئيس عبد الكريم مدوار بانه كان مدفوع للاقاله. لا، ما كانش مدفوع للاقاله، عرف باللي ما عندوش مستقبل مع الفريق الوطني. الخيار تاعو مستقبله ماشي في الفريق الوطني. هو الى يعني اشتغل اكيد وعنده شخصية قوية وينفرضها وتمشات له في المقابلات الثلاثة يعني من بعد التأهيل تاعنا للدور الثاني، وشاف روحه باللي يعني هذه المقابلات خدموا أكثر وأكثر للسي في تاعو والمستقبل تاعو، وعارف باللي المستقبل تاعو ماهوش في الفريق الوطني الجزائري. لأن هذا اليوم اللي راهي ينادوا به باش يقعد اليوم، غدوة لو كان نلعبوا مقابلة ونخسروا ولا كيما داروا سعدان. سعدان كان محبوب الجماهير، كان يعني اكبر شخصيه رياضيه اللي يحبوه في الجزائر. من بعد المقابلات شفنا بداو يشتموا فيه، بداو سعدان ماشي مدرب. شي وقع مع هذا المدرب حالي، ولكن هو القرار تاعو اتخذ من قبل المونديال، واليوم راه يجسد فيه يعني قعد اقل من 24 ساعه في الجزائر ومشى يروح لباريس، وغدا يوم اخر بالنسبه ليه، لانه هو ماشي جزائري. لا رئيس الجمهوريه ولا الوزير الاول ولا وزير الشباب والرياضه ولا رئيس الفيدراليه ما يقدر يقول له تقعد لهنايا، لان الوطن والشعب والى اخره. هذا عنده امور اخرى، عنده ربما ناس عطاو له دراهم اخرين، وهذا يشوف الشخصو، لان هذه الجزائر اكيد كان يدرب فيها. بصح يروح من اليوم الجزائر الا ذكرى،
دوك حلوا الجرح، واش نبقاو غير واحد 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 واحد؟ يبقى في التاريخ، في أهل الفريق للدور الثاني دار نتائج رائعة، أكيد تمنينا باش يقعد، ولكن نظن لا أنا لا أنت لا ناس أخرين ما قدروا يبدلوا له الرأي تاعو، وما كانش كيما رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية استقبله وطلب من رئيس الفاف باش يقعد، ولكن نظن لو كان جا مدرب وطني أنا نقول لك باللي يقعد، لبغاترة ما عاطين له أموال قارون، ولكن هذا هو المدرب الأجنبي، المصلحة تاعو فوق كل اعتبار، ونحترم الرأي تاعو، وهذه هي قواعد كرة القدم. بالفراسة هي في مجال شعل وإن شاء الله رابحين.